هل يؤثر على صحة الصلاة كون مكان الإمام مرتفعا عن مكان المأمومين أم لا يؤثر هذا؟ هذا فيه تفصيل. إن كان الإمام وحده فإنه يسمح بارتفاعه ارتفاعا يسيرا كدرجات المنبر مثلا. النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وهو يصلي ونزل، فالعلو اليسير إذا كان الإمام وحده لا بأس به، أما العلو الكثير فلا يجوز للإمام أن ينفرد به عمن خلفه. أما إذا كان مع الإمام غيره من المصلين من المأمومين فلا بأس بالعلو ولو كان كثيرا. يجوز مثلا أن يكون الإمام في الطابق الأعلى وهناك من يصلي خلفه في الدور الذي تحته، لا مانع من ذلك إذا كان الإمام معه أحد من المأمومين. نعم. والنزول هل يأخذ حكم العلو؟ لا بأس، انخفاض المستوى بالنسبة لمكان الإمام؟ لا بأس بذلك أيضا إذا كان مع الإمام جماعة، إذا كان مع الإمام بعض المصلين. نعم. وإذا كان وحده؟ إذا كان وحده لا ينبغي أن يكون نازلا نزولا كثيرا، أما النزول اليسير لا بأس به. نعم. نعم. لأنه إذا كان نازلا كثيرا وليس معه أحد يفوت الاقتداء. نعم، يفوت الاقتداء به. نعم. جزاكم الله.